العراق في سلة الميليشيات، لماذا وإلى متى؟ اللقاءات والترتيبات التي تتم الآن بين مختلف الفصائل السياسية العراقية وبعد انتهاء مرحلة العد والفرز اليدويين دون التوصل إلى نتيجة مغايرة مع سبق من تزوير، تكشف عن دور فاعل وقوي لعصابات إيران وميليشياتها خلال المرحلة القادمة. ففالح فياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الطائفي الذي يقود انسحابا هادئا من ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي ومعه 30 نائبا آخر مرشح بقوة لرئاسة الحكومة القادمة. وقد عقد الفياض اجتماعا مع نور المالكي وأسامة النجيفي ليؤكد الأمر وليتفق على بعض المرتكزات والفواتير. وهادي العامري رئيس ائتلاف الفتح وقائد ميليشيا بدر الإرهابية هو الآخر واحد من أقوى المرشحين لتولي الحكومة القادمة، وقد عقد اجتماعا مع أسامة النجيفي وخميس الخنجر وتم الاتفاق على بعض التفاصيل. والعامري والفياض هما وجهان بارزان لعصابات إيران في العراق. والسؤال، لماذا تكون المفاضلة بين إيران وإيران في شخص رئيس الحكومة القادمة؟ لماذا توافق قيادات السنة على أن تحكم هذه القيادات الدموية العراق الفترة القادمة؟ إن خارطة التوزيع المحاصصي للمناصب ولرئاسة الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية لابد أن تخرج من هذا الإطار الميليشياوي الإيراني، لأن المتوقع في حين وصول أي من الرجلين إلى رئاسة الحكومة القادمة أن يشهد العراق خروجاً مروعاً من العصر الحديث وأن يدخل بكل قوته في أتون حرب أهلية لا تذر على الأرض دياراً.